دستور وحكومة محلية لإقليم كردي في سوريا، هكذا خلصت ورشة أقامها مجموعة من السياسيين والباحثين الأكراد. هذا حقنا وضمان المستقبل، هكذا يقولون، في الوقت الذي يرى فيه فريق سوري آخر بأن هذه هي بوابة المشروع الانفصالي، وفريق ثالث يرى في تلك المشاريع مضيعة للوقت وغير قابلة للتطبيق على أرض الواقع. حين قامت ثورة الكرامة كانت الحرية والديمقراطية هي المطلب للجميع، وأولهم الكرد في مظاهراتهم الثائرة. فهل أصبحت كلمة ديمقراطية فضفاضة بحيث لا تلبي الطموح؟ أم أن توازنا بين الانتماء المحلي أيا كان والانتماء العام لسوريا هو توازن فشلت في خلقه وبلورته قوى المعارضة السياسية بشقيها الكردي والعربي؟ في حلقة الليلة من هنا سوريا نسأل، ما هي مقومات قيام إقليم كردي في سوريا على غرار التجربة العراقية؟ وهل النظام اللامركزي هو حقا ضمانا للكرد وغيرهم من الأقليات الدينية والعرقية في سوريا؟ وهل سيكون بمقدور الأحزاب الكردية أن تؤسس لنموذج إدارة محلية؟ وما هو مصير القوميات غير الكردية في تلك المناطق؟ هذه الأسئلة وغيرها ستكون محور حلقتنا في هنا سوريا لهذه الليلة، فأهلا بكم. خلال ورشة عمل مشتركة بين حقوقيين وسياسيين كرد من سوريا في مدينة بون الألمانية، تمت مناقشة مشروع دستور محلي لحكومة كردية محلية داخل سوريا. المزيد من التفاصيل في التقرير التالي. بمشاركة حقوقيين كرد وممثلين عن المجالس والأحزاب الكردية السورية، أقيمت في مدينة بون الألمانية ورشة عمل بعنوان القانون واستراتيجية عمل الحركة الكردية، نظمها المركز الكردي للدراسات والاستشارات القانونية ياسا. ونوقش في الورشة مشروع دستور محلي لإقليم كردي في سوريا تتمكن من خلاله كافة مكوناته بإدارة مدنهم وقراهم ذاتيا بشكل يضمن التعايش المشترك عبر حكومة محلية منتخبة، بالإضافة إلى العمل على تأسيس لوبي كردي في الخارج. الحقوقيون والسياسيون المشاركون في الورشة تحدثوا لأورينت نيوز عن تفاصيلها. عملنا اليوم بتحضير لدستور للإقليم الفيدرالي في سوريا الديمقراطية المتعددة المستقبلية المرتقبة ضمن الدولة الواحدة، وكان يتضمن أهم النقاط التي ركزنا عليها. أولا المساواة في حقوق بين الأفراد جميعا، ثانيا المساواة بين المرأة والرجل، ومهم أهم نقطة هي المساواة بين كافة أطياف المجتمع الموجودين في هذا الإقليم من آشوريين وكلدان بدون النظر عن القومية أو الديانة أو عن اللغة. حصل هناك فراغ في المناطق الكردية، وقام الكرد بإملاء هذا الفراغ من الناحية الأمنية ومن ناحية إدارة المناطق الكردية أيضا، وبهذا نشأ نوعا من حكومة ما يسمى حكومة الأمر الواقع. الحكومة تسير في أعمالها، يعني السلطة الموجودة تسير في أعمالها حاليا، وهذا المؤتمر أو الوركشوب الذي تم اليوم يسعى إلى تطوير أعمال هذه السلطة الموجودة. تناقشنا اليوم عن ضرورة إيجاد لوبي كردي يقوم بدعم نضالات الشعب السوري في الداخل، لأن المرحلة حساسة جدا، وما يتعرض له الشعب السوري بشكل عام والشعب الكردي بشكل خاص يتطلب إيجاد دعم خارجي لنضالاته العادلة. نحن بلقائنا اليوم قمنا بإيجاد آليات تشكيل لوبي كردي في الخارج، ونتمنى أن ننجح في مسعانا هذا خدمة لمطالب شعبنا في الداخل. سنقوم باقتراح أولا التواصل مع الأوروبيين وتشكيل لجان أصدقاء الشعب الكردي في غرب كردستان من أجل مساندة الأكراد في غرب كردستان في أوروبا، وهم بدورهم سيقومون بعلاقات مع المؤسسات الأوروبية. يرى الكرد بأن النظام اللامركزي هو النظام الذي سيضمن لهم ولكافة المكونات العرقية والدينية الأخرى حقوقهم في سوريا المستقبل دون المساس بوحدة أراضيها. أقليم كردي ودستور وحكومة محلية يعتبرها الكرد في سوريا حقا مشروعا بعد عقود من الظلم والاستبداد، فيما قد تعتبرها بعض أطراف المعارضة تمهيدا لمشروع انفصالي يهدد وحدة سوريا. مكسيم العيسى، أورينت نيوز، بون.
أناقش هذا الموضوع مع ضيوفي السيد فاروق حجي مصطفى عبر الهاتف من أربيل، رئيس مركز برجوف للحريات والإعلام، وأيضا ضيفي جيان بدر خان عبر سكايب من برلين وهو قانوني وعضو في مركز ياسا، وضيفي رياض درار عبر الأقمار الصناعية من القاهرة عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية. أهلا بكم ضيوفي الكرام جميعا. أبدأ معك بداية سيد فاروق حجي مصطفى. سيد مصطفى، ورشة عمل أقيمت في ألمانيا لوضع دستور محلي لحكومة كردية محلية داخل سوريا، برأيك هل الآن الوقت مناسب لمثل هذه التحركات، وما هي الرؤية المستقبلية لمثل هذه التحركات برأيك؟ أهلا وسهلا فيك يا علكلن. أما بالنسبة للورشة، ورشة عمل اللي انعقدت في ألمانيا، حقيقة ما بعرف من خلال عناوين ومن خلال اقتباسات الشباب أو اقتباسات الذين شاركوا في هذه الورشة عمل، كأنه هم يعني مو قاعدين في سوريا ولا بيعرفوا شيء عن سوريا ولا بيعرفوا شيء عن الأكراد ولا بيعرفوا شيء عن شيء اسمه وطن سوريا. حقيقة مسألة اللوبي، أو إذا بدنا نناقش مسألة اللوبي، لوبي كيف بيصير وإيمت بيصير ويعني وليش بيصير، هاي ناحية. ناحية ثانية مسألة الدستور المحلية، يعني دساطير محلية أو دساطير عامة وطنية، يعني كيف بدنا نعمل دستور ولسه نحن ما اتفقنا سياسيا مع القوى السياسية السورية المعارضة، وبنفس الوقت حتى النظام يعني تملص من حقوق الأكراد، برغم أنه تحت ضغوط، برغم عم يعيش تحت ضغوطات كبيرة جدا جدا، وبرغم أنه هو بحاجة إلى الأكراد وبحاجة إلى كل فرد سوري، هو تملص من حقوق الأكراد. فنحن عم نعيش، يبدو عم نعيش بالوهم من خلال ما أنا يعني صنعت إلى بعض الاقتباسات الأصدقاء للقوة في ألمانيا. نعم. أنتقل بكل هذا الكلام لضيفي السيد جيان بدر خان، قانوني وعضو في مركز ياسا عبر سكايب من برلين. سيد جيان، ما رأيك بهذا الكلام؟ وأيضا لو تضعنا في صورة عن الهدف من هذه الورش، وما تم الحديث عنه من إنشاء دستور محلي؟ شكرا لكم على دعوتي. للأسف صوت الأستاذ فاروق لم يصل من البداية فكان فيه انقطاع، ولكن يعني اللي وصلنا انه يقول اننا بعيدين عن سوريا. طبعا عندما طالب الكرد المجلس الكردي او مجلس غربي كردستان بعد مؤتمر هولير سيد جيان، طيب أنتقل لضيفي سيد رياض درار عبر الأقمار الصناعية من القاهرة عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية. سيد درار، ما رأيك بالكلام الذي تم الحديث عنه في ورشة العمل التي أقيمت في بون بألمانيا عن موضوع إنشاء دستور محلي لحكومة كردية محلية، ما رأيك بهذا الموضوع؟ سوريا الآن تعيش حالة مرضية بسبب أوضاع الحرب الدائرة، والجميع يبحث فيها عن مستقبل له. البعض يفكر بقطعة من الكعكة، والبعض يريد حقا يستعيده، وهذا حق شرعي خاصة للأخوة الكرد. القضية الكردية هي قضية حق مشروعة، ويمكن أن يفكر الإنسان إلى أبعد من ذلك، لكن السؤال هل سوريا الآن في وقت يمكن أن نفكر فيه بمثل هذا التفكير، خاصة أمام الأحلام والتطلعات لكل الشعب السوري؟ ألا يمكن أن يثير مثل هذا الموقف بعض الشك عن مشاريع انفصالية؟ هذا الشك يمكن أن يؤدي إلى ما هو أكثر من الاعتراض على هذا الموقف، ربما يقود إلى أحداث لا نريدها وسنأسف لها إن حصلت. نعم. أعود لضيفي السيد جيان. سيد جيان، يعني تم طرح عدة مواضيع في هذه الورشة غير موضوع الدستور المحلي، هو موضوع أقليم غرب كردستان. يعني هناك من يرى، ضيوفي الآن تحدثوا عن هذا الموضوع بأنه هذا الأمر سابق لأوانه، ولكن هناك طرح آخر
يعني كيف ستتم صياغة وتأسيس هذا الإقليم، إقليم غرب كردستان، خاصة بأنه المعروف لا يوجد حدود مرسومة واضحة بالنسبة للمناطق الكردية؟ هناك العرب، هناك السريان، هناك تشكيلة ومكونات سورية عديدة داخل المناطق بين رأس العين إلى عفرين. بالنسبة للإقليم الكردي، طبعا نحن في مركز ياسا عملنا مدة 6 أشهر على خريطة أنزلناها منذ فترة طبعا للمناطق الكردية المتصلة من ديريك إلى عفرين، ما في انقطاع، ولكن هناك عرب وهناك مسيحيين وهناك أقوام أخرى في المناطق الكردية، كما هو الحال بوجود أكراد في المناطق العربية. صار تداخل يعني بين الكرد والعرب على مر العصور، كوننا نعيش في يعني مع بعض في هذه المنطقة. مسألة الإقليم، يعني مسألة تقنين هذه المسألة، الأكراد عندما يطالبون في إقليم لهم لصيانة حقوقهم، لضمان حقوقهم في سوريا المستقبل، يعني هذا هو توطيد للديمقراطية في سوريا. كوننا عندما نطالب بنظام اتحادي لسوريا، يعني هذا يضمن، نعرف نحن سوريا دولة تعيش فيها عدة أطياف وعدة شعوب وطوائف دينية في سوريا. عندما يكون هناك نظام اتحادي، اسمه نظام اتحادي يعني وليس انفصالي إنما اتحادي، هذا النظام الاتحادي يوطد الديمقراطية المباشرة للجميع في سوريا ويضمن حقوق الجميع القومية والدينية، أقصد الحقوق الجماعية للجميع. ولدى إنشاء أقاليم في سوريا سيكون هناك تسابق بين كل إقليم في مسائل ترسيخ حقوق الإنسان ومسائل الاقتصاد أيضا، بحيث كل إقليم يريد أن يكون أفضل من الآخر، مما سيؤدي إلى تطور سريع إلى دولة سوريا اللي نحن. طيب هذا ككلام يعني نظري، إذا أردنا التحدث جغرافيا يعني، وأنت ذكرت أنه في موجود عرب وفي سريان وفي مكونات مختلفة داخل المناطق الكردية يلي عم تحكوا عن أنه يتم إنشاء إقليم داخلها، كيف ممكن تتم العملية؟ يعني أنه بيترحلوا مثلا، بيروحوا للمناطق العربية، الكرد اللي عايشين مثلا بمناطق أخرى بالشام أو بغيرها، بيروحوا بينتقلوا، بيروحوا بيعدوا بإقليم، كيف العملية ممكن تتم؟ يعني العملية صعبة نوعا ما. ما في حدا بيرحل من مكانه، كل واحد بيضل في مكانه، فقط الإدارة، يعني كون خصوصية هذه المنطقة لها خصوصية خاصة، يعني لذلك الإدارة ستكون من طرف حكومة الإقليم. ما في عربي بيرحل، لأنه كون العربي الموجود في الجزيرة هو ابن الجزيرة طبعا، ما عدا غرب عرب الغمر الذين تم استحضارهم إلى الجزيرة، أما المسيحيين فهم شعب أصيل من شعوب الجزيرة، وسيكون لهم حقوقهم كحقوق أي شعب في هذه المنطقة. طبعا المسيحيين يعني حسب تصوري لهم مناطقهم المتصلة، ممكن أن يكون لهم فيدرالية ضمن فيدرالية، أما المناطق المختلطة فسيكون ضمان حقوقهم بمشاركتهم بالإدارة، يعني الأكراد لن يقوموا بإدارة هذه المناطق لوحدهم، إنما بمشاركة جميع الأطياف الموجودة في هذا الإقليم. ولكن لخصوصية هذا الإقليم الثقافية والتاريخية، ستكون إدارة هذا الإقليم من الناس الذين يعيشون في هذا الإقليم، وليس من قبل ناس في دمشق أو في مدينة أخرى. طيب أنقل لك كل هذا الكلام سيد ضرار، ما رأيك به؟ أنا أعتقد أن في سوريا يوجد كرد وهم أصلاء في المنطقة، ولكن توجد أرض مشتركة ويجب ضمان حقوق الجميع، وقد تحدث الزميل قبل قليل عن هذه الحقوق، لكنه تحدث عن فيدرالية ضمن فيدرالية. المسألة فيها كثير من التعقيد ولا تحتاج إلى وضع هذه الأفكار الآن. كل جزء من الأجزاء في الوطن السوري يجب أن يعمل الجميع فيه على نقطة واحدة، هي التخلص من الاستبداد، هي التخلص من هذا الواقع المرير الذي عاشه الشعب السوري بكل أطيافه، الكردي بالإضافة للعربي بالإضافة للسريان والآثوريين، الجميع يطالب بحقوق في هذه المنطقة. طيب أنت تقول بالنسبة للوقت قديمة، بأنه غير مناسب الوقت الآن، ولكن هل توافق على الفكرة ككل؟ أنا أوافق على فكرة أن يكون للأكراد حق، لأنهم لهم حق قومي في المنطقة وهم شعب أصيل في المنطقة، لكن الواقع الآن يجب أن ندرس الأمور بشكل جدي، وجميع أطياف الشعب السوري هم الذين يشاركون في هذا الموضوع. الآن كل السيناريوهات الموضوعة هي سيناريوهات، حتى لو كانت النوايا طيبة
لكنها تخفي أيضا بعض مشاعر يمكن أن تثير الشك عند الآخرين. علينا أن نحسب لهذا الأمر حساب، وأن نرى أن المستقبل هو مستقبل جميع السوريين، وبعد ذلك يقرروا طريقة إدارة شؤونهم وحياتهم على هذا الوطن السوري. طيب سيد ضرار، أنت يعني كان ثمن دفاعك عن القضية الكردية وعن الأكراد في سوريا هو وجودك في سجون النظام لفترات طويلة. برأيك يعني الآن هل هناك مقومات فعلا لإقامة إقليم كردي في سوريا؟ طبيعة المنطقة وتداخل الناس ووجودهم التاريخي فيها لا يسمح الآن بإقامة أكثر من مشاريع لا مركزية إدارية، وهذا مشروع في عمان في 1 آذار خرجنا بمشروع اتفاق للقضية الكردية، وكان مناسبا لأن نكون ضمن الدولة الديمقراطية متشاركين في إدارة البلد، ولكن في إدارات لا مركزية يمكن أن يحتكم فيها كل جزء من مواقع سوريا للحال الذي هو فيها، ويحل المشكلات على أساس من التعددية والديمقراطية والمساواة والمواطنة الكاملة. نعم سيد حجي، كتبت في مقالي لك اليوم عن هذا الموضوع بأنه الموضوع التفكير بإقامة إقليم كردي هو مضيعة للوقت، لماذا؟ نعم، أولا يعني قبل ما أعود إلى مقالي أو مضيعة للوقت، يبدو أنه من قدري يعني أرد على الصديقين أو الأخين يعني حقيقة. نعم. بالنسبة للأخ اللي بالقاهرة يعني عم بيقول انه بيحمل الاكراد لكن ليس الان. بالنسبه لاخي اللي اخي جيان اللي موجود بالمانيا يعني حاول انه يلغي كل هذه الكره الثلجيه بحفل الاحزاب الكرديه، مع العلم انه الاحزاب الكرديه ما لها علاقه، الاحزاب الكرديه لحد الان ما تحدثت عن الاقليم الكردي، وحتى الان في خلاف حول المصطلح الجغرافي الموجودين يعني المناطق الكردية وفي ناس طيب اعذرني نعم الصوت غير واضح، انتقل بسؤال الى السيد جيان. سيد جيان، يعني الحركات السياسيه الكرديه بما فيها الهيئه الكرديه العليا والمجلس الوطني الكردي وغيرها من الاحزاب لم تعلن صراحه ولم تتحدث عن هكذا موضوع. الحديث كان كله يدور عن حقوق الاكراد، الديمقراطيه، دوله ديمقراطيه مدنيه تعدديه تستوعب جميع مكوناتها. انتم يعني وخاصه ايضا موضوع اوجلان واعلانه بانه التحركات الكردية في تركيا ستكون في إطار الديمقراطية والحقوق الثقافية، لم يعد يتحدث أبدا عن موضوع فدرالية أو استقلال بالنسبة لإنشاء دولة كردية. أنتم من أي منطلق يعني تخرجون بهذه التطلعات وهذه التصريحات؟ شو المبدأ اللي قائمين عليه اللي عم تمشوا على أساسه؟ طبعا المجلس الوطني الكردي من البداية يعني من يوم تأسيسه طالب بحق تقرير المصير للشعب الكردي، ولاحقا رأوا كحل لهذه المسألة ضمن دولة سوريا، طبعا يعني ما في عنا أي حركة سياسية تطالب الانفصال، إنما يصر الجميع على البقاء في سوريا، ولكن كحل لمسألة حق تقرير مصير الكرد في سوريا ضمن هذه الدولة، تم عرض الفيدرالية بحيث الأكراد سيقومون حصول على جميع حقوقه مع الحفاظ على وحدة سوريا. مجلس غربي كردستان طبعا ألا يمكن أن يكون هذا الموضوع يعني ألا يشكل لديكم مقدمة لإنشاء دولة كردستان الكبرى؟ لا، أنا بس قصدي أنه المجلسين متفقين على هذه المسألة، بالإضافة إلى الاستطلاع اللي نحن قمنا استطلاع الرأي الشعب الكردي في سوريا أيضا يطالب بحق تقرير مصيره ضمن دولة سوريا اللامركزية. يعني نرى هناك إجماعا من الحركة السياسية سواء المجلس الكردي أو مجلس غربي كردي أو من الشعب الكردي في سوريا، إجماع كامل على حل القضية الكردية ضمن دولة سوريا ضمن حدود سوريا، يعني لا يتم أي مطالبة بالانفصال. طبعا مسألة تحقيق هذه الحقوق، الحل الأمثل لهذه المسألة للكرد وغير الكرد في سوريا
طبعا هو النظام الاتحادي. طبعا النظام الاتحادي يضمن حقوق الجميع، جميع الأقليات، جميع الشعوب، جميع الأديان، ويمنع نشوء أي دكتورية جديدة في سوريا. أين شو هي مساوئ النظام المركزي الذي يحكم رجل واحد من دمشق، يحكم من عمشلي إلى عفرين إلى السويداء ودرعا؟ هذا النظام يعني مرفوض من قبلنا إذا أردنا نحن الوصول بسوريا إلى بر الديمقراطية وبر حقوق الإنسان. طبعا طيب هذه التطلعات سيد جيان، هل يمكن أن تكون مقدمة لكردستان الكبرى؟ قد يظن البعض ذلك. طبعا عندما يعني الكرد يحلمون بدولة كردستان، هذا حق أي كردي في أربعة أجزاء كردستان، ولكن نحن نرى عندما الحركة السياسية الكردية في سوريا والشعب الكردي في سوريا يعطي صوته للوصول إلى حق تقرير المصير ضمن دولة سوريا، هذا يعني يرينا أن طيب. أنتقل لضيفي السيد حجي. سيد حجي، يعني التجارب الكردية في المنطقة، لنأخذ من العراق مثالا على هذا الموضوع، في موضوع إنشاء إقليم موحد لم تكن ناجحة، يعني الآن في إقليمين كرديين في العراق، يعني برأيك إلى أين هذه الخطوة، إلى أين هذا الموضوع يتجه؟ هو حقيقة إذا أخذنا تجربة كردستان العراق وأسقطنا على وضع في سوريا، طبعا نحن كسوريا كسوريين روحانيين، لأنه كردستان العراق كان بحق لهم، أنه مو بحق لهم بس كانت القوة متوفرة بكافة المقاومات الإعلان الدولي متوفرة، اللي بأثناء الحرب فضلوا الوحدة والاتحاد مع بغداد أحسن من يعني خيرا من الانفصال. وهلا نحن عم نشوف ازدهار كثير بكردستان العراق، فلولا الدكتاتورية اللي هلا عم تطلع من جديد فكردستان العراق قدرنا من جنون الشرق الاوسط حقيقة، يعني سياسيا واقتصاديا وحتى ديمقراطيا وكل النواحي. اما مسألة الاقليمين بكردستان العراق يعني لا توجد يعني لا يوجد اقليمين، انما اقليم واحد، حكومة واحدة، في هناك يعني ثلاثة في أدوار، وفي انسجام حقيقة انسجام في الموقف، ولو أنه عم بسمع صوت طرف وعم يعني من جهة أخرى عم بسمع صوت آخر، بس في تبادل أدوار. أما كرديا يعني على نصر الكرد السوري حقيقة لا الأحزاب ولا القوى المدنية ولا النخبة السياسية الثقافية حتى الاقتصادية ما لا لا تحدث عن الإقليم شيء اسمه إقليم كردي. طبعا هذا ممكن يصير إقليم كردي بعد الدراسات وبعد يعني الأبحاث وبعد قراءة الجغرافيا بشكل جغرافي وتاريخ معا، وبنفس الوقت البقايا على الأرض حقيقة هذا بده دراسة معمقة حقيقة، مو يعني ما المركز يصر عامل دراسة، طبعا نحترم دراستها وهي موجودة، يعني هذا المركز موجود بألمانيا، وطبعا نحن نعرف انه كيف يصير السيارات وكيف يصير يعني طيب اسمح لي سيد حجي انتقل لضيفي سيد درار. بالنسبة للصوت يعني كان غير واضح. سيد درار، بموضوع البيع وشراء النفط من المناطق المحررة في سوريا وما تم الحديث عنه من قبل الاتحاد الأوروبي، سيدة من احدى سيدات عضو بالهيئة الكردية العليا صرحت بانه اي عملية من هذا النوع لشراء النفط أو استخراجه يجب أن يتم بالاتفاق من الائتلاف مع الهيئة الكردية العليا، لم يسمحوا بأن يتم أي موضوع إلا من خلال التوافق على هذا الموضوع والاتفاق عليه. ما دلالة ذلك برأيك؟ العقلية الآن السائدة في المعارضة السورية هي عقلية الكسب، الجميع يريد أن يحقق كسبا من المواقع التي أصبح يسيطر عليها، قد يكون حقهم أن يستفيدوا من هذه الأموال من أجل المعونات، من أجل الإغاثة، من أجل إعادة ترتيب الموقع الذي أصبح تحت سيطرتهم، لكن هذا أيضا يكرس في النفوس التقسيم. نحن نخشى مما يجري الآن أن التقسيم أصبح مكرسا في النفوس، وخاصة بعد تشكيل ما يسمى الدولة الحكومة المؤقتة. هذا المشروع هو مشروع
يؤسس للتقسيم، وبالتالي إذا تم تكريسه اقتصاديا فربما يصل إلى تكريس التقسيم بالحدود، وهذا يقودنا إلى صراعات لا تنتهي في الداخل السوري وبين أجزاء أي قسم من هذه الأقسام مع بعضها. وبالتالي طيب ما رأيك بما قاله السيد جيان؟ سابق الأوانها. نعم، عندما سألت السيد جيان بأنه هذا الموضوع قد يشكل عند البعض مخاوف من أنه يكون مقدمة لدولة كردستان الكبرى، فهو جاوب بالإيجاب. ما رأيك بهذا الكلام؟ بأنه هذا الأمر وارد؟ هذا الأمر وارد في النفوس ووارد في الخرائط. هناك في عام 2002 وقبل الدخول إلى العراق كانت في برلين جلسة بين قوى كردية كبيرة مسؤولة، بالإضافة للخارجية في ألمانيا والخارجية الأمريكية، وخرجوا بخارطة أظهرتها الصحف في تلك الأثناء وتحدثت عن توزيع وتقسيم الإقليم على أرضية ما يسمى الآن الشرق الأوسط الجديد، وأعطت حدودا معينة للمنطقة بما فيها جزء من سوريا. هذا الموضوع معروف، ولكن نحن نخشى أن يكون مؤسسا لخلافات لا تنتهي إذا لم يكن هناك اتفاق بين جميع أجزاء المكونات الموجودة في الأرض خاصة في سوريا. إذا هذا كان السيد أوجلان أعلن، وهو بالتالي نعم بإعلان السيد أوجلان نعم. الأخير يلي يعني كان الحزب البيكيكي من الحركات انفصالية بشكل واضح، أعلن الآن بتغيير سياسة كاملة باتجاه هذا الموضوع. أوجلان رجل حكيم، وهو أنا أعرف من أيام السجن أن هذه الأفكار تراوده، وهو يريد أن يحقق للأكراد الأتراك وجودا مشاركا، يبقون على حقيقتهم أنهم أكراد ولكنهم أكراد أتراك ويعملون ضمن الحدود التركية، وهذا ما يمكن أن يكون الآن في سوريا. ضمن هذا التشارك الديمقراطي يمكن أن يكون للأكراد حقوق كاملة، حقوق مساواة كاملة، وهذا ما توافقنا عليه في عمان في أول آذار. خرجنا ببيان يتحدث عن هذه المسألة وتوافقنا مع الأخوة الأكراد الذين حضروا، ولم يكن هناك خلاف على مسألة أن سوريا أرضا ومجتمعا واحدة، وأن الشعب السوري واحد بكل مكوناته من قوميات وإثنيات ومذاهب وأديان. هذه يمكن أن تبني ديمقراطية جديدة وحياة عصرية متقدمة، ويمكن أن تكون بمستوى إذا تم هذا الأمر وتحقيقه بمستوى حديث ومتقدم جدا في المنطقة. نعم سيد رياض درار، عضو المكتب التنفيذي لهيئة التنسيق الوطنية، كنت معي عبر الأقمار الصناعية من القاهرة، شكرا لمشاركتك معنا. وأيضا أشكر ضيفي جيان بدر خان قانوني وعضو في مركز ياسا عبر أسكايب، وضيفي فاروق حجي مصطفى رئيس مركز برجوف للحريات والإعلام كان معي عبر الهاتف من أربيل. مشاهدينا فاصل قصير ونعود، أرجو أن تبقوا معنا. Thank you.
نتيجة انقطاع المياه في المناطق المحررة، قام مجموعة من الأفراد بشراء صهريج ينقل المياه من الآبار إلى القرى المتضررة وتقديمها للمدنيين بنصف السعر، في محاولة منهم لتوفير المياه لأكبر عدد ممكن من المحتاجين. المزيد في تقرير محمد الدغيم. من أزمة إلى أخرى يمضي السوريون، فبعد معاناتهم الشديدة لتأمين المحروقات التي تقيهم برد الشتاء، ينتقل الأهالي لأزمة أخرى تتمثل بتأمين الوقود للمولدات الكهربائية التي تقوم باستخراج المياه الباطنية. أيام الشتاء كنا نتعذب لنجيب الوقود مشان ندفي أولادنا، بس اليوم أقبلنا على موسم الربيع والصيف، صرنا نتعذب لنجيب الوقود مشان نشغل هالمتورات والمولدات مشان نطالع المي مشان نسقي العالم. أهالي معرة النعمان في ريف إدلب يعيشون أزمة حقيقية تتمثل بفقدان المياه الصالحة للشرب، أزمة دفعت بعضهم للبحث عن سبل لسد احتياجات الأهالي من ماء الشرب، فقام بعض الشباب بالعمل على تخفيف هذه الأزمة في قريتهم بشراء سيارة لنقل الماء للعوائل المحتاجة وأسر الشهداء والمعتقلين بنصف التكلفة لتخفيف القليل من معاناتهم وتأمين أهم مقومات الحياة اليومية لهم. نحن في اليوم نحاول نقل ما يقارب من 10 صهاريج إلى 20 صهاريج، ووزعن على العالم اللي ما عنده مي أو العالم الناس حاضر أهل الشهداء كونوا أنه ما في مي، ننقلها من مسافة بعيدة ما يقارب من 4 إلى 5 كيلومتر، وأسعار غلاء كثير، بس نحن نحاول أنه نخفف الغلاء على هالبشر. مياه الشرب والتي باتت تكلف الأسرة السورية شهرياً ما يزيد على 50 دولاراً بسبب نقلها من الأراضي الزراعية البعيدة، عوضاً عن 5 دولارات سابقاً قبل قطع النظام لها عن المناطق الثائرة. ارتفعت أسعار المياه بالنسبة للصهاريج المنقولة إلى المناطق المحررة، وذلك بسبب قطع النظام لها إلى أسعار مضاعفة، ولكن بسبب وجود بعض الشباب المصلحين ودعمهم لهذه المياه أدى إلى رجوع المياه إلى سعرها الطبيعي ووصولها إلى جميع المحتاجين لها. انتهى فصل الشتاء وانتهى معه موسم الأمطار، لتبدأ معاناة الأهالي من جديد بتأمين المياه الصالحة للشرب. محمد دغيم لقناة أورينت نيوز ريف إدلب. والآن إلى اتجاهات الصحافة. تشتت المعارضة السياسية وعدم قدرتها على التوحد تحت سقف ثوابت وطنية بغض النظر عن التوجهات الأيديولوجية لمكوناتها أدى إلى تشتت معظم حوامل العمل الثوري. وجهة النظر هذه عبرت عنها جريدة شام في افتتاحية عددها الأخير. على الصعيد العسكري أدى تشتت المعارضة السياسية وارتهان جزء منها إلى بعض الأطراف الخارجية وتقديم الجزء الآخر ولاءه الأيديولوجي على حساب الولاء الثوري واستخدام المال السياسي في الوصول إلى الأهداف الخاصة. كل هذا أدى إلى تشتت الجيش الحر الذي تحول إلى مفهوم معنوي للدلالة على المجموعات المسلحة للمعارضة بدلا من أن يتحول إلى مؤسسة عسكرية حقيقية. أما على الصعيد الإعلامي فقد أدى تشتت المعارضة السياسية إلى تشتت الحالة الإعلامية وعدم صياغة حامل إعلامي جمعي موحد يتبنى سياسة إعلامية على المستوى الوطني. أما في الجانب الإنساني فقد أدى التشتت إلى انعدام العمل المؤسساتي، فسادت المحسوبيات والفساد حتى في أعمال الإغاثة، وباءت معظم محاولات تشكيل إدارات مدنية بالفشل بسبب عمل كل فريق سياسي على خلق ولاءات له في الداخل حتى من خلال العمل الإنساني. هذا غيض من فيض الكوارث التي تسببت بها المعارضة السياسية بسبب تشرذمها وعدم اتفاقها، ما يجعل منها وبجدارة المتسببة في وهن عزيمة الأمة. يامن هو طفل ولد حديثا في مدينة داريا التي تعيش ظروفا مأساوية وسط استمرار القصف والعمليات العسكرية عليها. عن تفاصيل ولادته والأثر الذي تركه على المحاصرين داخل المدينة كتبت جريدة عنب بلدي. هو اليوم 67 بعد 100
بين أكوام الركام وعبق رائحة دماء الشهداء وهدير الدبابات ودوي الصواريخ. لا شيء يدعو للتفاؤل سوى بعض من التفاؤل والإصرار في عيون المقاتلين، لكن البسمة ارتسمت على وجوه المحاصرين بأول ولادة في المدينة، الطفل يامن أو طفل الحرب كما أطلق عليه بعضهم. جاء إلى الحياة في أقصى أيامها، فمدينته تعاني الأمرين بين حصار طويل وقصف يومي. أثر والدا يامن البقاء في منزلهما القديم على الرغم من حمل الأم ومعاناتها. قبل الولادة بساعات كانت الصواريخ تدك المدينة والقذائف تنهال في أرجائها، لكن الأم نقلت إلى المشفى الميداني في رحلة محفوفة بالمخاطر من كل حدب وصوب، لا قابلة لا طبيب مختص، مما اضطر الأطباء لإجراء عملية قيصرية لإخراج المولود. ورغم أدواتهم البسيطة المستخدمة خرج يامن إلى الحياة، ومع صرخة بكائه الأولى تنبعث الحياة لأمه من جديد ولجميع من في المشفى، وما هي إلا ساعات قليلة حتى بات حديث الثوار في المدينة وشغلهم الشاغل. يعاني قطاع الزراعة في سوريا من تراجع نتيجة القصف الذي استهدف المزارع وزيادة أسعار المواد الزراعية وانقطاع مادة المازوت. مراسلنا محمد الفيصل جال في ريف إدلب وأعد لنا التقرير التالي. على الرغم من أن قطاع الزراعة يعتبر أقل تضررا نسبة إلى غيره من القطاعات، وذلك لعجز النظام عن ترحيل التربة أو اقتلاع كل الأشجار، إلا أن معاناة القطاع الزراعي تظهر في عدة حالات. أولا، خروج مساحات واسعة من الأراضي عن الإنتاج لكونها مسرحا للعمليات العسكرية، الأمر الذي منع أصحابها من استثمارها خوفا على حياتهم. ثانيا، التدمير الذي لحق بالأشجار المثمرة والأراضي الزراعية نتيجة سقوط الصواريخ والقنابل العنقودية عليها. ثالثا، التعديات الكبيرة التي تجري بحق الأراضي الزراعية وزحف الكتل العمرانية عليها. رابعا، قطع الأشجار المثمرة والأشجار الحراجية لاستخدامها بالتدفئة حتى وصل الأمر للتجارة فيها. بيعاني المزارعين بريف إدلب من مشاكل كثيرة، غلاء المازوت، غلاء الأجور، نقص السماد، يعني العالم ما بقى تفلح أراضيها من غلاء المازوت، يعني أجار الدلم 500 ليرة. كما أن من أهم الأسباب هو زيادة أسعار مستلزمات الإنتاج الزراعي، وخاصة ما يعتمد على المحروقات وحبوب البذار المعقمة والأدوية الزراعية، والتوقف عن استيراد السماد الكيماوي خوفا من استخدامه في مجالات أخرى. نقص شديد في الأسمدة والمبيدات بشكل عام، تضررت مواسم الفلاحين لهذا العام بشكل كبير جدا، ومنع النظام استيراد الأسمدة منذ من أكثر من نصف من سنة ونصف بحجة أن الإرهابيين يستعملون المتفجرات، وهذه الحجة غير منطقية على الإطلاق. والسماد يعتبر عنصر أساسي لجميع المحاصيل الزراعية دون استثناء. كل هذه الأسباب أدت إلى عزوف الكثير من الفلاحين عن استثمار أراضيهم وبتبوير مساحات شاسعة منها، مما سبب انخفاضا كبيرا في إنتاج الحبوب وخاصة القمح. ورغم هالشيء أهم هاي الأوضاع هي الحراسي بده فلاء، بده ديزل، بده مازوت، غلي المازوت، نحن إجباري بدنا نغلي على المزارعين. هذا سبب رئيسي، هو رغم الفقر اللي فيهن صار في فقر زيادة. يقولون أن قطع الأعناق ولا قطع الأرزاق، ولكن النظام هنا يحاول قطع الأرزاق للي الأعناق، ويظهر ذلك في منع وصول المستلزمات الإنتاجية من السماد والبذار وغيرها إلى أيادي المزارعين في المناطق المحررة. محمد الفيصل، أورينت نيوز، ريف إدلب. كان هذا كل ما لدينا في هنا سوريا اليوم. تقبلوا تحياتي وتحيات فريق العمل، إلى اللقاء في الغد بإذن الله.